نتكلم على موضوع تاني انا لسه بعيد برضه شغل بعيد برضه خاص بالاوبجكت اورينتد وده برضه كذلك يعني حاجه اسمها الجاربج كولكشن جاربج اللي هو يا اول حاجه يا دكتور لسه ما قلناش حاجه فكره مهمه لازم تكون واخد عنها يعني لازم تكون واخدين فكره عنها هي فكره بسيطه يعني ما فيش فيها برمجه ولا حاجه اللي هي الاوبجكتس والفاريبلز كل الكلام ده بيبقى موجود في الميموري مظبوط؟ نعم في لغات بعد ما انت بتخلص بتسيب الاماكن دي في الميموري فيها ديتا وفي لغات بتمسح البيانات دي وقت ما انت بتبقى مش محتاجها تمام؟ يعني كان دايما من العيوب بتاعة السي ان احنا عندنا مشكله ان احنا مضطرين نمسح بايدينا الاماكن اللي في الميموري طبعا بقى ليها حلول بس كانت الاول كان عندنا مشكله في الموضوع ده تمام؟ فالبايثون هنا بتقول لك انا بديليت الان نيدد اوبجكتس اي اوبجكت موجود في الميموري مش محتاجينه بنمسحه سواء كان بيلت ان يعني من اصل الحاجات اللي موجوده في البايثون او اي كلاس انستنس انت عامله يعني اوتوماتيك بين فري ميموري سبيس ده طبعا استعراض لفكره مهمه واحد يقول لي بس في مشكله هي قال لي ان ممكن ان ممكن يمسح لي حاجه انا لسه محتاجها يمسح لي حاجه انا لسه محتاجها محتاج افهم كيفيه عمله او اسلوب عمله بحيث ابقى عارف امتى هيمسح لي او امتى مش هي ايه مش هيمسح من الميموري الحاجه اللي انا عايزها ولا لا تمام فبيقول لي بعد كده بيقول العمليه بتتم في البايثون بشكل دوري ان هو بيشوف الليبر بتاعته وبيشوف الحاجات اللي هي بقى لها فتره ما بتستخدمش وبيبدا يمسحها والاسلوب ده في البرمجه بيسميه جي سي او بيسميه جاربج ايه كولكشن تمام جاربج كولكشن تقريبا في كل لغات البرمجه في اي اوبجكت نعم تمام يعني يا دكتور جاي من زي نحكشة كده يعني لخبطة مثلا لخبطش لا جاربج يعني خمامة أو تبال يعني كوليكشن يعني جمع وعايزين يقولوا إيه يعني عايزين يقولوا إن إحنا بنروح ننظف الحاجات اللي سبتها مزبلة في الميموري بنشيلها يعني معناها كده يعني هم سموها كده يعني بيروح خلاص في أوبجكت هنا وأنا خلاص خلصت شغل معاه وكان في فاريبل هنا وخلصت شغل معاه وكان في مش عارف إيه في الميموري هنا وبوظت الدنيا وسبته وخلاص الكود مش محتاجه فهو بيرجع يمسح بقى وراك انتهى كده انطف اول باول ايوه فهمت طبعا كده بتلاقي بقت واضحه قوي يعني جدا تنظيف يعني تمام بيقول لك لو انت عملت اي فاريبل نوع ليست مش نوع اي شيء وحاجات بقى بتاخد ميموري وبعد كده سبتها مش بتستخدمها من الافضل انك انت فري السبيس يدوي بكلمه ديل يعني لو في حاجه انت دلوقتي مش محتاجها ارميها تمام اما هو بيمسح ازاي اوتوماتيك البايثون بتمسح ازاي اوتوماتيك قال لك خد بالك من النقطه دي الريفرنس بتاعها هيطلع اول لما تطلع من السكوب يعني ايه يعني انا جوه فانكشن يعني تعال ناخد مثلا مثال من الامثله هنا يعني مثلا خلينا بسم الله 142 يعني لو احنا عندنا مثلا فانكشن كده مثلا او عندنا فاريبل او لوب او اي شيء يعني مثلا عملت ديفاين مثلا فانكشن خلاص عاديه جدا وعرفت جواها اكس بتساوي 5 تمام وجيت قلت له برنت الاكس هل دي فيها اي مشاكل؟ اي كلام بسيطة جدا صح؟ حاجة بسيطة جدا ولو انا جيت قلت له عملت كول ونادت على فانكشن هتشتغل صح؟ وهيطلع لي 5 صح؟ طب لو قلت له برنت الاكس ودي في الميموري اه
طبعا لو جيت عملت كده يطبع لي خمسه اه، لكن يقول لي اكس انا مش شايف اكس. اكس از نوت ديفاين. ليه؟ بسبب طبعا السكوب غير السكوب، وفي نفس الوقت الاكس اتشالت من الميموري خلاص. الاكس اتشالت من الميموري خلاص، ما بقاش ليها وجود. بقاش ليها وجود. امين فكرتها؟ اول لما حصل ان هي الفانكشن انت ناديتها فاشتغلت، قام فتحت مكانه الميموري اسمه اكس، حطيت خمسه وبعد كده طبعته، وبعد كده الفانكشن خلصت. بعد الامر ده الفانكشن خلصت، الميموري البايثون شال من الميموري الاكس خلاص، لان عرف ان انت خلاص مش محتاجها. وبالتالي لما جيت تطبعها بعد كده قال لك هو مين الاكس اللي انا مش عارفه. يعني هي ما بقتش متغير خلاص، بقت فانكشن خلاص، بقت دخلت الفانكشن متغير الحاجه خلاص شات من الميموري. يعني اول لما خلصنا يعني تعال ناخد مثال ثاني، مثال غير ده. لو انا جيت عملت مثلا فور، او مثلا عملت يعني عملت اي شيء ل اقول ايه لسكوب، اي حاجه ليها سكوب يعني. تمام، يعني ايه ليها سكوب؟ يعني يعني ليها نطاق معين. ليه انا عايز السكوب؟ ليه؟ عشان هو لما يجي بيشيل اوتوماتيك خلاص، لما بي ايه بي اوت اوف سكوب، شايفينها؟ طيب لو انا جيت قايل مثلا عملت مثلا اي جمله من الجمل ممكن تديني سكوب معين، ماشي؟ يعني مثلا اجي names بتساوي، وعملت لسته كده احمد وعلي وكفايه، مش عايزين دعوه، ماشي؟ بتقال فور اكس ان نيمز، ماشي؟ او نيم النيمز، النيم اللي موجوده في النيمز. قلت له برنت الايه؟ النيم. طبعا هنا برنت النيم دي طبعا بالاندنتيشن هنا احنا عارفين ان البرنت دي داخل مين؟ البادي بتاع الفور، صح؟ حاجه بيرد عليا صح؟ لو جيت بره الفور وبتقايل له برنت النيم، لو جيت رنيت هيقول لي احمد علي علي، لان هي المفروض كانت حصل لها يعني ديليتنج، بس هو هنا ما حصلهاش ديليتنج، لان هنا شافك على نفس السكوب، شافك على نفس الايه؟ على نفس السكوب. فالفور ديفايند وراء البرنت، يعني دي يعتبر بالنسبه لنا يا شباب، دي نقدر نقول عليها على بعضها ستيتمنت، دي نقدر نقول على بعضها ايه؟ ستيتمنت. دي بس لا، دي كلها على بعضها ستيتمنت، فور اسمها فور ستيتمنت، صح؟ نعم. فور ستيتمنت هنا في المثال بتاعنا مكونه من كام؟ مكونه من تو لاينز، ممكن تكون مكونه اكتر، يعني ممكن في امثله ثانيه تكون مكونه اكتر، صح؟ البرنت بحد ذاتها منفصله هي ستيتمنت، صح؟ وكذلك البرنت هنا لوحدها منفصله برضه هي ستيتمنت. يعني عايز اقول ان انت هنا في الديفينيشن بتاع نيم على الفور انت في نفس الليفل بتاع البرنت. طيب ماشي، مش جلوبال فاريبل، ماشي. يعني انت عايز تقول على ان النيم مش جلوبال فاريبل، ولا عايز تقول هي مش فكره جلوبال فاريبل؟ على فكره انا بتكلم، على شيء، تمام؟ مش بس جلوبال فاريبل، بتكلم على حاجه اسمها الجي سي. جي سي ازاي بايثون بيشيل من الميموري، ازاي بايثون بيشيل من الميموري، وازاي انا اقدر اشيل من الميموري. اوضح النقطتين دول، ازاي بايثون بيشيل من الميموري وازاي انا بشيل من الميموري، بعيد عن الجلوبال والبرايفت فاريبلز. تمام؟ دي الفكره او ده الاصل اللي انا عايز يعني اوضحه. فهنا ده
اللاينز دي او الاوامر دي كل دي ستيتمنت، لكن هم هنا على نفس اللاينز فبقت موجوده. فلو انا عايز اتخلص من ايه؟ انا اللي عايز اتخلص محتاج عايز افري الميموري مين. لو جيت قلت ديليت النيم قلت له شيل ليه؟ امسح النيم من الميموري. فلما جيت بعديها قول له اطبع النيم قال لي نوت ديفايند. لما قلت له بريك النيم قال لي ايه؟ قال لي نوت ديفايند. هنا انا مسحته من الميموري كده. نسميه احنا الاوامر بتسموه لكم بشكل كده بسيط مانيوال جي سي. مانيوال ايه؟ جي سي. اما لما جيت قلت له برنت الاكس كانت دي مالها جي سي. كابتن صوت سامعيني كده يا شباب؟ الفرق ما بين الاوتوماتيك جي سي والمانيوال جي سي ان في المانوال جي سي انا اللي قلت له امسح كذا من الميموري. طب سؤال يا دكتور هنا معلش، هو امتى بيمسح لوحده بقى؟ يعني امتى البايثون يمسح لوحده؟ يعني في وقت محدد ولا ايه؟ هو الوقت المحدد لما ينتهي السكوب بتاعه. فلما لقيتها على فانكشن 1 كان فيها اكس خلصنا والفانكشن رنت وانتهت. لا هو انا في دماغي حاجه يعني مش عارفه. هو دلوقتي انا عملت برنامج كتبت كود تمام، جيت اشغله بعد كده مش هلاقي بقى بعد كده الفانكشن اللي انا كنت عاملاها ولا ايه؟ ولا الميموري اللي رن شغال على الران تايم؟ مفيش حاجه اسمها قفلت ورجعت لقيت ان الكود اتمسح مثلا ولا لا؟ مش كده. انا بتكلم على الران تايم. على الران تايم يعني ايه؟ على الران تايم يعني اما مسافه ما دوست اف 5. انا دلوقتي اما دوست اف 5 بص اتنفس صح، في لقطه الاف 5 دي البرنامج شغال. ممكن يكون بيطول يعني، ممكن مثلا اقول له زي كده مثلا اقول له مثلا انبوت مثلا صح تمام، والانبوت دي هتخليني السن ياخد مني حاجه هيعلقه كده. دلوقتي في فعلا في الميموري ايه اللي موجود؟ هو دلوقتي البرنامج مخلص صح، البرنامج مخلص، بس ايه اللي في الميموري موجود؟ الاكس اتشال من الميموري. ليه اتشال من الميموري؟ اتشال بس اتشال بسبب الاوتوماتيك جي سي. لان لما نديت الفانكشن، الفانكشن اشتغلت ورنت وخلصنا وكل سنه وانت طيب، شالت الاكس من الميموري. وصلت كده؟ طب النيمز، النيمز موجوده، النيمز موجوده. طب النيم موجود، موجوده ليه؟ لان انا كاتب الزرار بتاع الانبوت قبل الديليت فكان لسه موجوده صح. لو عملنا كده خلاص رجعنا رنينا اللقطه دي كده في الزمن ده اللي احنا اللي بنتكلم فيه، الزمن ده اللي احنا بنتكلم فيه، طبعا خمسة وطبعا علي وطبعا احمد وطبعا علي، طبعا خمسة من الاكس بس اترامت من الميموري في اللقطه هنا في الجو ده عند الحته دي بالظبط. هو مسح الاكس في اللقطه دي بالظبط، مسح الاكس ماشي عند السطر ده بالظبط. عشان كده لما وقف البرنت اكس ولا كان طلع ايرور. النيمز موجوده، النيم موجوده في اللقطه دي. انا قلت له امسح النيم مانوال بايدي. انبوت دلوقتي معلق للبرنامج، انبوت دلوقتي معلق للايه؟ معلق للبرنامج. وبالتالي اول لما هكتب اي حاجه وادوس على اي حاجه وانتر هيجي يطبع النيم، هيقول لي النيم دي انا مش عارفها، مش موجوده في الميموري، ادور عليها في الميموري مش لاقيها. فاهمينها؟ لو دوست انتر هيطلع لي ايرور ان النيم دي ما بقتش ايه؟ بقتش موجود. لان هنا في اللقطه دي اتمسحت من الميموري. فدي الاكس هنا مثال على الاوتوماتيك جي سي، والنيم مثال على الايه؟ على مانوال جي سي. النيمز هتفضل موجوده، هتفضل موجودة في الميموري لغاية امتى؟ لغاية ما اعمل ديليت؟ لغاية لما البرنامج دوت يخلص، لأن ده السكوب بتاعها. لغاية لما البرنامج ده ايه؟
يخلص لان ده السكوب بتاعها. اعمل له رن يعني واشغل لغايه لما يخلص. هو يخلص لما يطلع لي ايرور ان النيم نوت ديفاين صح؟ وساعتها البايثون هتعدي بقى ايه اللي واقف موجود في الميموري، هتقول له في حاجه اسمها نيمز موجوده في الميموري، يقول لك امسحها بقى خلاص خلصنا منها مش عايزينها. هي الوحيده اللي هتفضل ممسوحه. يعني هتفضل اللي هتفضل في الاخر وهتتمسح في الاخر. يبقى النيمز، النيمز دي هتبقى اللاست ديليتد اوبجكت فروم ذا ميموري. When the program finished. يبقى ده اخر واحده هيتمسح من الميموري برضه اوتوماتيك جي سي. يعني برضه هيحصل فيه ان هو هيحصل له ايه؟ اوتوماتيك البايثون هتقوم بعد ما خلاص البرنامج خلص تقوم ماسحه النيمز من الميموري. هقول لك ايه اللي يخليه متساب وراجل غير الميموري ليه؟ واخد مساحه من الميموري ليه؟ فطبعا الطريقه بتاعت الجي سي واوتوماتيك جي سي بتفري الميموري وبتخلي الاجهزه البرامج اللي بتبقى مكتوبه بالاوتوماتيك جي سي بتبقى الميموري بتاعتنا ما بتتمليش بسرعه. فاهمني؟ فبتبقى طبعا بتبقى افضل يعني. والا هتضطر يدوي تقعد تمسح من الميموري بايدك يعني. ايه الاخبار كده؟ واصله ولا فيها مشاكل؟ تمام يا دكتور. هناخد عليها مثال ولا حاجه وخلاص. واحنا في المثال فعلا، عليك هو المثال اهو. احنا ما بنحبش خلاص. حاب اسمعها بعدين بقى مع نفسي كده شويه. هي وصلت؟ لا لا هي وصلت. ما هو ده المشكله، انا دماغي عماله تشتغل مع نفسها شويه كده. يا استاذه هو اللي حصل طبقا للبرنامج اللي قدامنا ده. اللي حصل طبقا للبرنامج ده لما جينا نرن الفانكشن دي فانكشن تمام؟ لما جت الفانكشن دي ببساطه جدا لما جت تشتغل خلاص احتاجت اكس صح؟ الامر ده هيعمل ايه؟ الامر ده بيروح على الميموري صح؟ على الرامه. يقوم عامل ايه؟ يقوم عامل كده. يقوم جاي في الميموري وعامل مكان اسمه اكس صح؟ حطه جواه 5. تمام. مين الامر المتسبب في الموضوع ده؟ الامر ده انشا ده صح؟ ادي اللقطه الاولى، يعني لقطه ان هو انشا ده تمام؟ حلو جدا. هينفذ الامر اللي هنا، يعني هيبدا بقى ينفذ اوامر، ينفذ امر هنا عادي، ينفذ الامر هنا عادي، ينفذ الامر وهكذا صح؟ وقت الاوامر دي ما تخلص. اول لما الاوامر دي تخلص، يعني اول ما الفانكشن دي تخلص، اول ما الفانكشن دي تخلص تنفيذ، يعني انا اخذت الصوره دي عشان تبقى موضحه لفكره الجي سي بالظبط كمثال، يعني كمثال عملتها كده. معلش انا بس ايه بحاول اشوف اوريكم ايه اللي بيحصل في الميموري يعني. تمام؟ ده المنظر الاول بالنسبه لنا. هقول بقى ايه اللي هيحصل. هقول ان بعد ما الفانكشن اشتغلت، بعد ما الفانكشن انتهت خالص، هيبدا في وضعيه جديده هتحصل دلوقتي. في وضعيه جديده هتحصل، ايه هي؟ ان بعد ما ينتهي تماما هيحصل ان ده هيفري من الميموري، يعني ده هيتشال تماما من الميموري، يعني هيتحذف تماما من الميموري، يعني ما بقاش ليه وجود يعني. يعني هيحصل حاجه عامله زي كده، يعني دي هتتشال من الميموري تماما، ما بقاش موجوده. امتى؟ امتى بالظبط؟ اول ما يحصل ان ده ينتهي.
اول ما ده انتهى حصل الاوتوماتيك جي سي، هيتم تنفيذ الايه الاوتوماتيك جي سي. الاوتوماتيك جي سي هتبقى رايحه شايله ده من الميموري، ده هيحصل اوتوماتيك. وصلت كده؟ وصلت كده. يعني الوضع تماما هيبقى عامل كده اهو، ادي الفانكشن عملت اكس، نفذ الامر اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده، وصلنا للاخر اوتوماتيك جي سي اشتغلت وشالت ده من الميموري. خلاص؟ وانتهى الكلام على كده. لو انا حبيت هنا اهو بعد الكلام الجميل ده حبيت اكتب مثلا برنت في اي حته في الكود، برنت الاكس، طبعا ده هيطلع ايرور. ده هيعمل ايه؟ ايرور ليه؟ خلاص الوضعية الكلام انتهى. انت ما بقى لكن لما باجي اشغل الفانكشن تاني بتشتغل تاني وبتخش الذاكره تاني بس. او تحصل ميموري وهوب على طول يجي عند السطر ده يقوم حاسب. فهمتيها كده؟ فهو خلاص كل مره هرن الفانكشن اول ما يقرا كلمه اكس بيساوي 5 يقوم حاططها في الرام. خلص تنفيذ يقول لك خلاص من ايه؟ من الميموري. حاول تطبع اكس طلع ايرور. مش موجود. Not exist. شكرا. بتالي كده بتالي وجهت ولا ايه ولا تمام. ولذلك في حاجة اسمها الديستراكتور. احنا اخذنا الكونستراكتور. فاكرين الكونستراكتور؟ الاندرسكور الرسود اندرسكور اندرسكور اي ان اي تي، صح ولا ايه؟ فانكشن. قال لك لو انا اشتغلت على كلاس معين، الكلاس ده بيبقى في حاجه اسمها ديستراكتور. حاول اقولها على السريع. ديستراكتور دي هي فانكشن اسمها ديل بدل انيشياليزيشن، دي ايه؟ ديليشن. دي اول ما الكلاس يتشال من الميموري او يحصل له ديستروينج، يعني ما يتشال من الميموري سواء بالاوتوماتيك جي سي سواء بالمانوال جي سي، الفانكشن دي بتفاير. الفانكشن دي ايه؟ تشتغل. الفانكشن دي بتشتغل. تمام؟ فيقول لك ايه؟ ادي مثلا ديف ديليت سيلف مثلا، ويقول لك الكلاس نيم بيساوي مش عارف ايه. طبعا لو انت عايز تجيب اسمه تقول سيلف دوت الكلاس ودوت النيم بيجيب لك اسمه، بس ما علينا. وقال لك برنت الكلاس نيم ديسترويد. يعني ايه؟ تعال ناخد اكزامبل. تعالوا ناخد بينا اكزامبل بقى اوضح لكم فيه قوي. الاوتوماتيك ديستروينج ان شاء الله الاوتوماتيك جي سي، ونوضح فيه الديستراكت. ماشي؟ محدش بيرد يبقى ماشي. قام جاي عامل ايه؟ عملت كلاس ماشي؟ واسميه كلاس 1. وجيت طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا لو جيت قلت ديف اندرسكور اندرسكور انيشيت هتبقى دي بالنسبه لي الايه؟ ديستراكتور، صح؟ نعم. وقلنا الكونستراكتور بيختلف عن اي فانكشن ثانيه في ايه؟ انه اول واحد بيرن اول واحد بيرن اوتوماتيك، صح؟ يعني بيت عملت برنت كونستراكتور كلاس 1 رانينج ماشي؟ اشتغل. المرة دي بنتكلم عن حاجة تانية خالص اسمها الديستراكتور، نفس الكلام بس بكتب كلمة ديل. بكتب كلمة ايه؟ ديل. الديستراكتور بقى مش انا قلت لكم قبل كده ان الشيت دي زي حادث الولادة. أي دي تعمل أي أوبجيكت ومش شغال لوحده، ده لازم أول حاجة تبدأ، صح؟ الديستراكتور ده عامل زي حادث الوفاة كده. لازم في الآخر تنتهي. لازم في الآخر تنتهي. فده بنسميه الديستراكتور. اعمل لك بس في برنت هقول لك الكلاس 1 ديستروي
يعني ديسترويد انتهى من الميموري. يعني اعرفوا حاجه، ده عمره ما بيشتغل الا لما الميموري تنتهي، لما يتشال من الميموري خالص بيفاير. ده هو اول بيشغله لما ليه؟ اول ما بيتحط في الميموري ده بيشتغل، اول ما بيتشال من الميموري ده بيشتغل. بنشغله ليه بقى طالما نعم بنشغله ليه هنستخدمه تاني يعني؟ معلش مش سامعك كويس. اقول لحضرتك ليه بنشغله طالما مش هنستخدمه تاني؟ ليه؟ ايه هو بيرن مش هيبقى ما بيستخدموش تاني؟ هو حذفت خلاص بالجي سي. لا طيب خلاص اتحذف واحدة واحدة. الديستراكتور فانكشن عادية بس عشان فيها خصوصية شوية. ايه هي؟ بترن اوتوماتيك اخر فانكشن. بترن اوتوماتيك اخر ايه؟ اخر فانكشن. ساعات بنستخدمها ساعات بنستخدمها. زي مثلا ايه؟ لو الكلاس بتاعي ده مثلا فاتح كونكشن مع الداتابيز، وارد اكون في الاخر خالص او مقفل الداتابيز وانا ماشي عشان افري ريسورسز، صح ولا لا؟ فممكن استخدمه. هو امكانياته ان هو بيرن اخر حاجه، فانا هستغله في ان انا اوضح فكره الجي سي. ماشي، هوضح فكره الجي سي من خلاله، لكن هو كفانكشن ديستراكتور ما لهاش دعوه بالجي سي اصلا. ماشي، هي عباره زي الكونستراكتور. الكونستراكتور بيعمل ايه؟ خلاص بيفهمك ان كلاس واحد بقى في الميموري. الديستراكتور عكسه، بيفهمك ان الكلاس واحد اتشال من الميموري. ليه؟ لان ده اول حاجه بترن. وليه؟ لان ده اخر حاجه بترن. وصلت لنا؟ سهله سهله ولا في اي مشاكل؟ طيب يا شباب، في حد عنده نقص في معناها؟ واضح كويس جدا كويس جدا. خلاص الكلاس ده انا هعمل فانكشن دلوقتي شباب، فانكشن دي بره الكلاس. اسميها رانز كلاس. ماشي، هي بره كل حاجه. كل اللي هتعمله اللي هتعمل سي 1 بيساوي كلاس 1. انا هعمل بس فانكشن زياده في كلاس 1 بعد اذنكم، سميها نورمال فانكشن. نورمال فانكشن دي فانكشن عاديه، ماشي، بلاش اي علاقه باي شيء. ودي طبعا بترن when you put it، اول ما بتلاقيها بترن. غير كده ملهاش ميعاد محدد، لكن دول ليهم مواعيد محددين، صح كده؟ ده ميعاد محدد اول ما تعمل، اول ما تحط في الميموري، وده ميعاد محدد اول ما يتكمل اول ما يتكمل الميموري. لكن دي نبيئه تشتغل. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ انا هنسيب لك ديف، انا اسف كده ديف فانكشن. الفانكشن اسمها لاندا كلاس بتعمل ايه؟ بتعمل اوبجكت من الكلاس، وبعدين بتنادي على ايه؟ على النورمال فانكشن. ملهاش غير. طبعا انا لو حبيت دلوقتي ابص في خمسه مفيش حاجه هتشتغل ولا ايه؟ نعم مفيش حاجه هتشتغل، يعني ده كلاس ودي حتى الفانكشن دي ما ناديناش عليها، فانا هنادي عليها بس عشان تشتغل. هنادي عليها عشان ايه؟ حضرتك ناسي السيلف يا دكتور. سيمي كولون، في سيمي كولون هنا. سيلف السيلف. فين فين؟ سيلف في الفانكشن ران ران ذا كلاس. انا مش سامعك كويس. يا دكتور. الفانكشن يا دكتور اللي انت عاملها. انا واحدة. ران ذا كلاس. بلا. ناسي السيلف اللي جوه. هي ما فيهاش سيلف، دي خارج ال دي خارج الكلاس. خد بالك دي بره دي. تمام. دي ايه بقى انا بعمل ليه كده؟ عشان دي بره، يعني مالهاش دعوه بالكلاس خالص. اول ما عرفت الكلاس عند الـ عند الـ عند ده كده هنا اهو. انا فاهم الفكره. اصل لك هنا هيرن الايه؟ هنا هيرن المستراكتور، صح؟ هنا لما يخلص
في الفانكشن هيرن ال ديسكريبت. دور عليك، هي دي اللعبه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. هنا هيرن الايه النورمال، بخلص الفانكشن. فانكشن هنا اهو الرسمه اللي كنت عملها لكم من شويه، هنا يحصل ايه؟ اي ديستروي كلاس 1. ولما يديستروي يعني هيشغل الايه؟ اوتوماتيك جي سي، صح كده؟ جي سي اوتوماتيك الفاكتوري ران، يعني هنا هيعمل ران للديستركت، صح كده؟ ابص في 5 اللي حصل كلاس 1 في الميموري، بعد كده لما عملت كل النورمال فوق فانكشن بعد كده قال لي كلاس بيتشال من الميموري اوتوماتيك. بس اتشال من الميموري ليه؟ عشان الفانكشن ولا عشان البرنامج خلص؟ المعلومه عشان الفانكشن. هقول لك برين end of the program، نهايه البرنامج، صح؟ لو دوست في 5 هتلاحظ ان هو اتشال مش بسبب نهايه البرنامج، اتشال بسبب ايه؟ نهايه الفانكشن. نهايه الفانكشن في الحته دي بالظبط، مش في الاند اوف ذا بروجرام. لو عايز تجرب اند اوف ذا بروجرام يبقى انت هتعمل مثلا ايه؟ هتقوم جاي عامل كده اهو في الحته دي بعد القصه دي، هتقوم جاي هنا عامل برنت وجيت عملت كلاس 1 كلاس 1 هيطلع لك هيرن. هتلاحظ ان انا ايه؟ حاطه في الميموري واند اوف ذا بروجرام، طبعا ما لحقش يطبع لانه شال من الميموري على طول. فاهمني؟ لان هي خلصت في ساعتها. هو كان البرنامج فنش كانت هي شات من الميموري.